أهلا بحضراتكم وتغطية خاصة بنقدمها ليكم من تلفزيون اليوم السابع عن حالة الطقس. الطقس اليومين دول زي ما احنا شايفين بيشهد حالة من عدم الاستقرار، يوم ارتفاع شديد في درجات الحرارة ويوم تاني انخفاض شديد. مش عارفين خلاص نصيف ونرتدي الملابس الصيفية ولا لسه هنكمل بالشتوي الفترة دي. أسئلة كتير بتدور في ذهننا حول أسباب التقلبات الجوية، وهل إحنا بالشكل ده بدأنا في الصيف بشكل رسمي ولا لسه؟ عشان نعرف مزيد من التفاصيل مفيش أحسن من الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالليل، صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. في البدايه دكتور، بدانا الصبح نحس بارتفاع في درجات الحراره، هل الارتفاع ده هيستمر معانا ولا الانخفاض هيرجع تاني بالليل مثلا؟ يعني احنا بنشوف فرق كبير بين العظمى والصغرى، بيصل الى او بيتراوح من 10 ل 15 درجه مئويه ما بين ساعات النهار وساعات الليل. أعتقد دايما بنقول للساده المواطنين لازم نكون حذرين شويه اثناء تواجدنا خارج المنزل، وقلنا الاطفال الصغيرين او الكبار شويه بقدر الامكان يكونوا حذرين في نوعيه الملابس اللي بيلبسوها في فترات الليل. في فتره تقلبات بالفعل ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره. الطقس النهارده يعتبر معتدل، درجه الحراره على القاهره العظمى متوقع عليها 28 درجه مئويه، ولكن بنشهد ارتفاعات في ايام اخرى، فعلى سبيل المثال اعتبارا من بكره هنشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره. كم درجه الحراره العظمى اللي ممكن تصل اليها درجات الحراره، وايه اكثر المناطق يا دكتور اللي ممكن تتاثر بموجه الطقس الحاره؟ هو تدريجيا كده بدايه من بكره هتبقى معظم محافظات الجمهوريه بتشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، يعني لو قلنا مثلا القاهره النهارده 28 متوقع عليها بكره عظمى 33 درجه مئويه، وتوالي درجات الحراره ارتفاعها خلال الايام اللي جايه كمان، يعني ذروه الارتفاع هتكون مع نهايات الاسبوع وبدايات الاسبوع القادم، واللي تصل فيه درجه الحراره العظمى على سواحلنا الشماليه 33 درجه، وعلى القاهره والوجه كمان وجنوب الصعيد 39 الى 41 درجه مئويه. التقلبات الكبيرة دي يا دكتور، التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة دي أسبابها إيه؟ يعني التقلبات دي عادة بتكون نتيجة تغير الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كل يوم مختلف عن الثاني طبعا، ودي تعتبر من سمات فصل الربيع التقلبات الجوية. التقلبات الجوية دي بتكون حادة وسريعة لأن الكتل الهوائية ما بتنتظرش مدة طويلة عندنا، يعني بنلاقي مثلا الاعتدال في درجات الحرارة زي النهاردة وامبارح شايفين درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، رياح شمالية غربية قادمة من جنوب إيطاليا أو جنوب أوروبا. بداية من بكرة هنشهد كتل هوائية أخرى بتمر على الجزيرة العربية، وطبعا مرورها على الجزيرة العربية بتنتفع معها درجات الحرارة. في نهاية الأسبوع بنشهد أو بنتعرض لانخفاضات جوية قادمة من الصحراء الغربية، بتجلب لنا رياح جنوبيه غربيه بتعمل على المزيد من ارتفاع في درجات الحراره. يعني الكتل الهوائيه وتغيراتها السريعه في فصل الربيع هو ده اللي بيخلي درجات الحراره تتغير بسرعه لها، وبيخلي في تدين كبير في درجات الحراره. طيب بالنسبه للملابس يا دكتور، نصيحه حضرتك ايه فيما يخص ارتداء الملابس؟ الناس لحد دلوقتي مش عارفه تلبس شتوي ولا صيفي، فحضرتك تنصحنا بايه؟ لا هو هنلبس شتوي بقى، ما فيش كلام، يعني الملابس تعتبر تقترب من الملابس الصيفيه، ولكن برضه احنا بنقول ده في فترات النهار، لان فترات الليل لازم يكون في ملابس بكم شويه عشان الاختلاف الكبير بين العظمى والصغرى اللي بيوصل ل 15 درجه مئويه، ما ينفعش في نلبس نفس نوعيه الملابس اللي بنلبسها وقت الظهيره. هل ممكن يا دكتور تنخفض مره ثانيه درجات الحراره خلال الفتره اللي جايه ونرجع نلبس شتوي ثاني، ولا نقدر نقول كده خلاص مفيش شتاء ثاني؟ لا ملابس شتويه بمعنى شتويه، لا طبعا مفيش ملابس شتويه ثاني، ولكن احنا بس هنكون متابعين النشره الجويه عشان نشوف ايام التقلبات الجويه الوارده، سواء كان نفق رياح، اتربه، ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. نتعرف على درجة الحرارة في فترات الليل لأن الناس بتدخل بعد الفطار وبتسحر بره، فالفترة دي درجات الحرارة فيها فترات الليل تتراوح من 16 ل 17 درجة، يعني لما نقول 16 17 درجة بالليل، والصبح كانت
او يعني متوقع انها تتجاوز ال 30 درجه، فخير كبير جدا طبعا. طبعا طب ايه نصيحه حضرتك للمواطنين يا دكتور للتعامل مع التقلبات دي؟ متابعه النقطه الجويه مهم جدا. وانا خارج في الليل لازم يكون معايا ايام النادي حاجه بكم تحميلي منخفضات درجه الحراره، او مصر بقى ان البس بنص كم يبقى معايا بقى جاكيت خفيف في ايدي او في العربيه عشان لو انخفضت درجه الحراره. دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجويه بالارصاد، بشكر لحضرتك على هذه المداخله. بالعفو. شكرا لحضرتك. دي كانت تغطيتنا على حالة الطقس، بنشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات أخرى. شكرا.